السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شباب؟ شلونكم؟ طيبين؟ معكم فايز وجايب لكم اليوم حلقة جديدة من اللعبة الأسطورية فاكتوريو. بس قبل أن نبدأ شباب لا تنسون اللايك والاشتراك من اللايك، وخلونا بسم الله نبدأ. أنا عرفت أني فجرت دنياكم، بس خلونا بعد المايك شوي علشان ما تفجر دنياكم زيادة. طيب، قلتوا لي تعليقات مرة رهيبة ودعم مرة خرافي، فشكرا شكرا شكرا لكم على التعليقات، وشكرا شكرا لكم على الدعم. من التعليقات زيتو أتوقع قال لي، زيتو أتوقع اسمك صح إذا ماني غلطان، قال فايز ليش متخلي الحديد أو الفحم والحديد بسير واحد أو فارلك؟ كلامك 100% صح، لكن أنا مستقبلا راح أوسع الحديد، يعني راح أحط دريلات هنا، فما ينفع أحط الفحم معه، بيكون السير هذا مليان كله حديد هنا بالجهتين كلهم. فشكرا لك على النصيحة الجميلة، فشكرا شكرا لك. وبرضه في نصيحة من تيف فيز، اوكي اسمكم ما ادري ايش، ما ادري. يقول فايز حط صور، راح نحط صور بس مو الحين. ونصايحكم مره كثيره ودعمكم مره خرافي، فشكرا شكرا شكرا لكم. طيب اليوم 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 احنا شغلنا الكهرب صح يا شغال الكهرب كل شيء تمام. اليوم بنشتغل على البحوث، لازم نشتغل على البحوث، نحتاج 15 نحاس مره سهله. نروح للمحل النحاس وناخذ منهم نحاس، مفروض عندنا زحمة نحاس. يبغالي يوصل فحم للنحاس. عندنا عندنا لا هنا. يا أبغى زحمة من هذول. عشان بسوي يمكن من تحت هنا. يب لازم نوصل له، لازم نوصل للنحاس. طيب عندنا 100، ممتاز ممتاز. طيب خلونا نوصل فحم، شيل هذا. بنوصل حق الفحم للنحاس. كيف؟ أول شيء هل يمدي نسوي هذا؟ يمدي نسوي واحد، سوى هذا. أول شيء نوصل السعر اللي بيجي من الفحم صح؟ أوكي فهمت إيش فيك؟ قاعد أفكر الفحم فين؟ أوكي ما أدري ليش رحت فوق. بنخلي الفحم يجي من هنا، كم مرة قلت أوكي الحلقة هذه؟ قلتها مرة كثير صح؟ عطنا نبغى الدريل هذا، يعني راح نشتغل بالكهرب احنا، خلاص ما راح نشتغل الا بالكهرب. 11000 هنا مره تمام، 11000 شيل هذا. اوكي بيطلع كذا حلو. نحتاج كهرب، الكهرب سهل، يمدينا نوصل من هنا. اوكي اشتغل، يس 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 يس. وبنوصل هذا، هذا بوصله تحت يم النحاس. خلنا نوصله من هنا. اوه ماي جاد هذا خلص بسرعة. نحتاج زحمة حديد، نحتاج زحمة حديد، عشان كذا لازم نطور الحديد، نطور حق الفحم. الحديد لازم يكون انتاجه عندنا اقل شيء، اقل شيء يكون خلونا نقول 10 زي هذول، هذا اقل شيء. وهذا اللي بشتغل فيه ان شاء الله. في اختصار اذكر يا كذا تاخذهم صح؟ كذا اخذناهم ولا؟ لا جبت العيد، مفروض مو كذا. انا جبت العيد، تعال حط هذا كله. انا باخذ الحديد بس كيف؟ لا مو كذا. هل كذا اخذت الحديد؟ يس لحظة هنا كم فيه؟ في 44. اضغط كذا يا كذا حلو. طيب يا بسوي او شيء، هذول زحمه، نحتاج زحمه من هذول. هذول اقل شيء بيكون عندنا 10 منهم، فلازم اسوي مكانهم هنا، لازم. وانا اقول لو تسويها الحين فايز افضل، رتبهم صح. كل ما سويت الحين كل ما سويت انجاز افضل وافضل. طيب خلي واحد هنا، هل اخلي مساحه كبيره ولا لا؟ 2 3 راح انقل هذول. تعالوا، لا خلاص انتوا خلاص، ايش قاعد تسووا؟ شيل هذول، شيل. اوكي ممكن تشيلهم، حلو. طيب الحديد بنشتغل فيه، بنخليه زحمة حديد 4 5. هل يمديني اسوي زيادة؟ نحتاج حجر. اوكي طيب هذا بيكون كذا،
فايز حدك تلعب بدون تقول طيب، وبياخذ من هنا. هل خلي الجهة هذه ولا الجهة هذه؟ أنا أقول خلي الجهة هذه أفضل، يعني بيكون كذا ياخذ يعبون هنا. حلو حلو. بعدين أبغى يلف من هنا يجي كذا. أوكي حلو. والفحم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس، أبغى لي خمس ثانيات أحطهم هنا. بيكون إنتاج الحديد عندنا زحمة. فكر فايز كيف. طيب خلونا أروح أجيب شيل هذا، بجيب حجر لأن أكيد عندنا الحين زحمة حجر، فخلنا نروح بسرعة نجيبه. المفروض خليت النحاس شغال، راح نشتغل عليه، بس نبغى حجر الحين. إن شاء الله عندي زحمة إن شاء الله. هذا طفى يا، خلنا نحطي 50. أوه عندي 100 أتوقع كافية. إنوتا عطنا زيادة على بال ما نمشي. عندنا نسوي 10 صح؟ يس أوكي ممتاز ممتاز. يا بتشوفون الحين وش بسوي، بيصير عندنا إنتاج حديد مرة كثير. وبسوي عندي أفكار مرة كثيرة بس إن شاء الله تضبط إن شاء الله تضبط. هنا بيكون نفس الشيء. لا ممكن تحط 2 3 4 5. حلو. وبعدين هذولا نفس الشيء 1 2 3 4 5. حلو حلو. بتقولون فايز طيب والفحم؟ كلامكم صح، الفحم راح يجي من هنا. اوكي يمدينا بخليه يجي بالجهة هذه. لا 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 مو كذا، بخليه يجي كذا. اوكي كذا كذا. حلو. وبيكون المشكلة ما فتحت حقت، يا لازم اسوي حقت البحوث بسرعة. وبيكون هنا فحم. صح؟ دي انا قاعد افكر. نحط حقت الابحاث لان نحتاج شيء واحد نسويه. هيا بحطها مؤقتا هنا. نبغاها تشتغل على تحتاج كهرب. دقيقة بحطها تحت. بس دقيقة أنا بحاول أوصل الفحم، بس نحتاج الأداة اللي تخلي السير يجي من تحت. عرفتوها؟ إن شاء الله عرفتوها. تكون فايز طيب كيف يطلع الحديد؟ نو تو بروبلم. هذا كل الشغل راح يتعدل الحين بثواني، بس بعد ما نحط هذه نحطها أقرب مكان مؤقتا، بس حاليا بحطها هنا. أوكي ونروح للبحث يسوي هذه. حلو. نحتاج ساينس باك الأحمر. كم أدري كم يحتاج لك؟ سو 5 10 سو. وكم يحتاجه؟ 10. أوكي يحتاج وحدة. تعال حلو خليه يشتغل. طيب احنا لازم نشغل الحديد بسرعة، لأنه ما ينفع كذا نخليه طافي. ما ينفع. فلازم نشغل الحديد. اوكي خلينا نشغل الجهة هذه أول شيء. اوكي بشغل الجهة هذه. الحبايب تخليك ذكي. أنت غبي يكون ذكي وتكون ذكي وأنت غبي. يا حطه كذا كذا. الكهرب بيكون ملخبط شوي لكن بعدين بنعدله. طيب ونحتاج وقود هنا. حقات الوقود عطني زحمة. البحث وقف لأن ما عندي ساينس باك. بحط 8 كلهم هنا. هو يحتاج 10 أتوقع يخلص هذا بسرعة. تعال اشتغل
اشتغل اشتغل اشتغل. الكهرباء انا حطيتها كذا خطأ، اشيل هذا. عشان كذا كنت بحط مسافة بينهم عشان الكهرباء. يس كذا، هذا اللي كنت اقصده. فبيكون الكهرباء مغطي كل الجهات وشكله على الاقل مرتب شوي. حلو. والحين رجع هذول هنا هنا هنا، وبعدين هنا تحت ممكن. حلو. هذه نفس الشيء هنا هنا هنا، اخر واحد فوق هنا، وهذا بيكون نفس الشيء. اوه خلص البحث. حلو حلو. طيب بس نحتاج سير. اوكي، انا ذول ما جاهم شو اسمه، ما يشتغلوا لما في فحم، بس الفحم بخلصه الحين. طيب خلصنا البحث، ممتاز. نجي عند البحث. يا عطاني الذراع الطويلة، ممتاز ممتاز. انا احتاج بصراحة احتاج هذه اول شيء، تحتاج 15. بخلص الحين بسرعة بسرعة، نحتاج هذه بعدين نضبط عاد حقت البحث. حاليا بسوي كل شيء يدوي. اوكي خلي نسويهم. اوكي يا بس باقي هذول يشتغلن. طيب الحين عندي الذراع الطويلة مفروض هنا. يا الذراع هذه راح تاخذ الحديد اللي يطلع من الجهة هذه ومن الجهة هذه وتحطه بسير ثاني. كيف انتاج الحديد؟ حلو. احتاج ازيد بعدين، بيصير فل السير هذا كله فل من الجهتين، بيصير كله فل. اوكي خلص حقات البحث، خلنا نحطهم هنا. انا ما ادري ليش حطيته بعيد بس مو مشكلة، خليه يشتغل. حاليا يدوي، بعدين بتكون اوتوماتيكي. هل لا معي 50 حاليا كفي، ما احتاج الحين اشتغل على النحاس بس مؤقتا، ابغى بس الحديد. لا انت اخذت يا فايز، تضغط كذا كذا تاخذ ايرون كله. انت خطا، المفروض تاخذ هذا، معناته كذا صح. كنت بحقد على نفسي اذا خطا، حط هذا هنا ما نحتاج. اوكي يا شوفوا الحديد بدا يقلل انتاجه، فلازم نحط الدرايلات زحمه. يعني مثلا نحط الدرايل هنا ودرايل هنا. اوكي بيضاعف انتاج الحديد. حلو. لازم نشوف الكهرب قبل يطفي، لازم شيك عليه. هذا خلص اللي عندي، خليه نجي نحطهم هنا. اوكي هذول نكفن ان شاء الله بيخلينا يخلص. طيب خلينا نروح نشوف الكهرب. معي فحم، معي 50، لا يطفي علينا وحنا قاعدين نشتغل. كهرب هنا. اوكي غريبة ما طفى. وات كيف ما طفى مع انه يقول يحتاج فحم؟ اوكي طفى. بالوقت المناسب وصلنا. حط فحم يا، لازم نجيب حق الفحم هنا، لازم نوصل له نوصل سير. لحظة، هل في فحم قريب؟ بس هذا مرة بعيد، كنت بقول اجيب فحم من هنا بس مرة بعيد. يا نجيب اللي تحت افضل. يا وهذه نحطها هنا. يا مؤقتا بتكون هنا. حلو. وبيكون لحظة هو يطلع من هنا، يبغى يطلع كذا فوق. هل اخليه فوق ولا اخليه بالعرض؟ لا بخليه بالعرض. اوكي يمكن بالعرض افضل. فايز ما تفرق، لا تفرق، صدقوني مستقبلا راح تفرق. طيب معناته هذا بيكون 23 30,000 كذا. اوكي وبخلي السير يجي كذا،
مؤقتا كذا وبعدين يروح هنا. حلو. وبيكون حقات الصهر واحد اثنين، ما راح يكون كثار حقات النحاس حاليا، ما راح يكون كثار، خلنا نقول ثلاثة كفاية حاليا. يا خلنا نقول ثلاثة حاليا كفاية، إن شاء الله كفاية. أوكي، ونحط هذا هنا، يأخذ من النحاس ويحط هنا. أو شت، نحتاج أكثر. والحديد أو الفحم راح طيب راح يجي كذا، أبغى يكون من فوق كذا. أوكي بيت يا أخي، الموارد تخلص بسرعة، بسرعة تخلص الموارد. هل هذا بيكون كذا وهذا كذا؟ حلو، شغلنا مرة حلو صح، بس نحتاج كهرب. اوكي البحث توقف صح، نحتاج نجيب كهرب ونحتاج نغذي البحث ونحتاج نسوي اشياء زحمة. اوكي نحتاج خشب. البحث، خلنا نروح للبحث اول شيء. 10 خاص بيكفنوا زيادة. طيب خشب يا اخي، الماب اللي احنا فيه المشكلة الخشب بعيد عنا. هل هذا خشب يعتبر؟ هل في خشب؟ يا في خشب هنا شوي، هسه الحين صاروا فل هذول، اذا طفوا معناته فل. اعطي اعطي خشب. اوكي سوى، بنجيبه منه، بنجيب الكهرب منه افضل. الفحم هنا فل، ممتاز ممتاز، بس بعد شوي اذا قسمناه بيكون بسرعة يخلص. يا احتاج كهرب، تعال لو سمحت. البحث خلص، ممتاز ممتاز، هذا اهم بحث اللي تو خلصناه. اوكي بيكون كذا، بحاول اخليه مرتب الكهرب، مو 100% لكن بحاول. حلو، هذا اشتغل ممتاز، وهنا بيكون في كهرب وهنا كهرب، ويوصلون بهذا. حلو طيب الحين نكمل الفحم، نحطه هنا ونجيب أذرعة، تحط واحد هنا واحد هنا واحد هنا. والحين شغال النحاس عندنا مثل الحلاوة. أبوصل يا أخي، أحتاج زحمة، أبوصل سير الفحم فوق، بس أحتاج زحمة. لا 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 لا، أنت ليش سويت هذا؟ أحتاج زحمة من السير. هذا أهم شيء، خلصناه ممتاز ممتاز. طيب الحين وش تخلص فايز؟ الحين ما يهم، حبة حبة نسوي عدد الأشياء الثانية. يعني ودي خلص هذا يحمينا شوي. أوكي في أشياء مرة مهمة، هنسوي هذا مؤقتا. هل أوصل الفحم ولا أروح أخلص الفحم هنا؟ يا خلنا نوصل الفحم للكهرب عشان نرتاح منه. أنا كيف بجيب؟ بجيبه مني من عند الأسلاك. حلو كذا وصل صح؟ السؤال هل يمدي؟ لا نبغى حبة بس شوي. أوكي نحتاج كهرب شوي هنا. بالبداية لازم انا اعبي لانه هو خلص اوريدي. طيب بحط فيه بس خلنا نقول حب، 9 حبات. اوكي حلو، الحين بيعبيه اوتوماتيكيا، ما راح يطفي عندنا الكهرب نهائيا الا اذا صار في ضغط، بس حاليا ما عليه ضغط ووضعه تمام صح مفروض. يا ما عليه ضغط، عندنا 900 كيلو واط فاحنا نستهلك 200. يا وضعنا مرة بسليم. حلو وصلنا الفحم. ماي جاد يا طول يا طول السير هذا، بس راح يتعبى بسرعة. النحاس شغال، ليش هذه مي شغالة؟ لأن ما يوصل لها النحاس بسرعة، معناته نحتاج دريل زيادة. هذول اللي أنا كنت أحتاجهم. نحتاج حديد. يا الانتاج مرة ضعيف، نحتاج 3 على الأقل دريلات زي هذا.
اوكي البحث خلص مو مشكله، اهم شيء خلصنا الاشياء اللي احنا نحتاجها. راح نسوي بعدين محل خاص للابحاث. طيب ممكن تروح فوق بسرعه، الماب حقنا مره كبير. يا مو مشكله، شيل هذه كلها، اخذنا الاشياء اللي نبي والحين يمدينا نشتغل براحتنا. خلنا نجرب. اخذت يس لا كذا قاعد اتعلم الاختصارات. حلو، معنى الزحمة حديد. حلو، الحين اول شيء بسويه الاداة هذه، انا اسوي منها مجموعة خمس كفن، وهذه اسوي منها اثنين. ولد او ذراع طويلة برضه اسوي منها اثنين، مو اثنين نحتاج اكثر بس حاليا اللي تقدر عليه. اوكي خلاص شيء يس، هذه بتكون هنا. ما خلاص الثانية. اوكي لا ما خلصها. طيب هذه ايش فكرتها؟ فكرتها انها تخلي زي الممر، يعني يطلع من هنا مثلا فحم اوكي، ويجي يشبك على طول تحت من تحت الارض زي النفق، يصير من تحت الارض يمشي النفحه. ففكرتها مرة بطلة، بس عشان نطلع الفحم من هنا نحتاج الأداة هذه اللي تقسم السير. كيف هاي تقسم السير؟ تشوف الحين زي كذا، المفروض حطيتها قدام شوي، مو مشكلة كذا. أوه هذول خلصوا، هذول أسرع شيء خلصن. تشوفون أخذ هذه كذا ونخليها تدخل. الحين يدخل الفحم من هنا يطلع من فوق، ممتاز. ويشتغلن الثانيات، فهذه الفكرة مرة بطلة مرة بطلة. بيصير عندنا انتاج فحم، بس لازم نزود انتاج الفحم. يا الحين كل هذول شغالين، ممتاز، 10 افران شغالة، فوضعنا مرة بسليم. الحين الحركة اللي شوي صعبة، بس نحتاج زحم من هذول اللي نطلع الحديد من المصانع هذه الى سير خارجي. بس السؤال اللي يطرح نفسه، فكر خليه هنا، اخلي السير يطلع مع الجهة هذه اليمين او اليسار، بخليه يسار، يطلع واحد اليسار واحد يطلع من اليمين ويتلاقون هنا بالنص. حلو، اعتقد فكرة حلوة. طيب نحتاج الذراع الطويلة بتكون هنا، نحتاج سير، السير بيكون هنا. حلو حلو، وبيمشي لا بيمشي له هنا اوكي، بعدين يلف. هل راح ازود اكثر من 10 بعدين؟ والله ما ادري. طيب احتياطا يمكن بعدين ازود اكثر من 10، برفع شوي، بخلي كذا. هذه يوسع خانه واحده، يا يوسع خانه، وبخلي كذا اوكي. وسير برضو ثاني يجي من هنا نفس الفكره، ويشبك مع لا خليك فوق وبعدين لف كذا، ايش بك هنا. حلو، والحين ناخذ الذراع الطويلة ونحطها هنا. شوفوا تاخذ الحديد وتحطه هنا على طول، عاد يصير شغال حديد 24 ساعة. عطينا واحدة هنا واحدة، نحتاج زحمة، نحتاج نحاس. وهنا بنسوي عد مكان لتجمع الحديد. الفكرة واضحة، الفكرة واضحة. يا شوفوا الحديد مرة انتاجه، نحتاج حفارات أكثر. أعطني حفارات. نحتاج نحاس. أوكي أتوقع الحين عندنا كفاية نحاس. أوكي هذه طافية معناتها فل، صح عليك. وهذه 90. حلو، أو شي أعطني كم بدك تسوي؟ 12. سو 10، اني بحط نحاس او بحط دريل هنا. هنا انتاج مره ضعيف، ممكن تخلص واحد بسرعه. ستة 26 20، هلا هنا. يحتاج كهرب، ابسط قلالته
خليه هنا عشان بعدين احط دريل هنا يكون عنده كهرباء. هل اثنين كافي؟ اثنين لثلاثة الكافيات ما ادري والله. ابى احط ثالث او لا حاليا كافي. يا الفحم مره ضعيف، الفحم اللي نحتاج نحط الدريل. تعال نحط الدريل هنا جنبه بالضبط. عطني سير. يا دريل اثنين كفايه صح الفحم. فايز ما يضرك شيء، حط زياده، حط في هذا بيكون هنا ونحط كهرباء. اوكي اتوقع الفحم الحين بيكون تاجه مره خرافي هنا ان شاء الله. يا الحين بروح نشتغل على الاشياء الثانيه. هنا الفحم تمام مدامه واقف فمعناته تمام. كم احنا حاطين؟ واحد دريل هنا. يا الحديد هنا مره ضعيف، شوفوا اللي فوق ما يشتغل الحديد مره ضعيف لان حاطين 10 احنا اللي صهرنا، فمعناته نحتاج اكثر. خلينا نحط كذا مؤقتا، خلوا يحفرون المنطقه هذه. لا شيل هذا. اوكي يمدينا نحط تحت بس حاليا اتوقع ذون كفايه وزياده. دبلناهم يعني صاروا 4. حلو 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 حلو. طيب ايش كنت بسوي؟ يا هذا خلص الحديد، مو مشكلة عندنا زحمة حديد هنا. خلنا ناخذ الحديد اللي هنا. حلو يا هذا نفس الشيء، نحطهم هنا هنا. يحس الانتاج او الموارد اقل من الانتاج. يا هذا معناته لازم ندبل الدريلات. طريقة تدبيلهم افضل شيء تخلي كذا من تحت. هنا 48 بس قبل نحتاج زحمة من هذول. اوكي عطني واحد بيكون هنا. هل اخليه يروح من هنا ولا اخليه يجي من وراء؟ لا بخليه يجي من وراء عشان ما حتى ما يخرب الشكل. لان الشكل عندي مره مهم. تعال كذا. وهنا يمدينا نضيف بعد دريلات زياده صح؟ 117,000 هنا. حط هذا هنا. يس حط هذا هنا. الحين انتاج الحديد بيصير مره خرافي، خلاص عند الزحمه الدريلات بيصير فل هنا، مفروض يصير فل. طيب الحديد هذا ناخذه هنا بيكون عاد المصانع الكبيره مثلا حق البحوثات. لازم نخلي مثلا مكان، نخلي مثلا هنا. اوكي حق الابحاث ايش يحتاج؟ الساينس باك يحتاج تروس ونحاس، معناته النحاس لازم نجيب سير تحت نوصله لفوق. هذه نحتاج منها كم حاليا؟ 5 خلينا نقول 10. شغال مصنع الحديد مثل الحلاوه. لا مفروض تراكم، مفروض يتراكم هنا يصير كثير. ليش هذه ما تشتغل؟ ما حطيت. اوكي ما حطيت ذراع تاخذ الحديد. اوكي الحديد صار فل، الحديد مو فل وبس، الفل بس راح يخلص بسرعه الحين صدقوني راح يخلص. أو أخلي فوق يروح المصنع كله يكون فوق. يا بيكون فوق أفضل بس نحتاج زحمة من هذول نقين.
حتى قليل، خلنا نزود واحد أو نخليه خمس. خمس يلا يا رجال. حطوا خمس إنه حاس. بعدين نحتاج أنا عارف إن بعدين راح أحتاج أكثر، بس حاليا خمس كفاية. إيش كنت بسوي؟ إياه نبغى سير يطلع من هنا. عاد ويتجه إلى الأعلى. حلو. أوكي خلصت هذه. يس في واحد يجي ياخذ من هنا فحم. واحد ياخذ فحم من هنا، ياخذ حديد من هنا، وياخذ حديد من هنا. حلو. هذه موصلها كهرباء. حلو حلو. طيب الحين الأذرع الكبيرة هذول فل الحين. تاخذ تحط فوق، 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 وصار عندنا إنتاج نحاس. عندي نسوي لا 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 ما أبغى كنسل كنسل، أبغى هذول. حلو حلو حلو. يعني بيصير الحين عندنا إنتاج نحاس مرة كثير، ولازم نوصله فوق. هذا عيب صار بايز، هذا عيب المساحات الكبيرة، لازم توصله فوق. حلو انه متراكم، معناته الكهرب تمام وضع. يا نحتاج لا لا احتاج هذه. يا بسوي دريلات للنحاس. يا اتوقع كفاية واحد هنا، اتوقع انهم كفاية. هذا هنا وهذا هنا. اوكي صار فل. هذا ناخذهم كلهم، والحين ننطلق الى الاعلى. هل الف الحين؟ لا قدام. اوكي بيكون مرة طويل، مرة طويل السير حق النحاس. لا لا نحتاج زحمة من هذول. خلص الحديد يخرب بيته. اوكي وصلناهم اخيرا. طيب احنا سوينا يا سوينا المصنع هذا الصغير. حلو المصنع هذا مرة مفيد. مثلا بحط واحد هنا، واحد هنا، واحد هنا. يس حق الابحاث بيكون هنا. يا خلنا نحط هنا. طيب حق الابحاث ايش يحتاج؟ او ساينس باك هذا ايش يحتاج؟ يحتاج تروس ونحاس. يعني نجي هنا نخلي هذا المصنع يسوي تروس. علشان يسوي تروس يحتاج حديد، والحديد عندنا هنا. ممتاز. نحتاج الجهاز هذا ياخذ من هنا ويحط هنا. حلو. ونحاس صح. يس بعدين هذا يسوي الساينس باك الاحمر. ممتاز. اذكر اول تضغط الت صح، يا الت يطلع لك الاشياء. حلو يعني هذا محتاجه. نحتاج هذا. ربيت خلصنا بسرعه. ممكن ما تخلصهم بسرعة. ممكن أعطني برضو هذول. حلو نحتاج نوصل كهرب، ونحتاج كهرب، ونحتاج خشب. أوكي يا شباب أبني الحلقة هنا، ما أبغى الحلقة تكون مرة طويلة، معنا الحين نص ساعة مرة طويلة. إذا عندكم اقتراحات اكتبوها لي تحت، وإن شاء الله أشوفكم في حلقات جاية. كان معكم فايز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.